السلام عليكم متابعينا الاعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم فيديو استثنائي صراحه، بدي اوضح بعض الامور اللي كنت لعله اقفلتها في الفيديوهات السابقه، راح اشرحها بالتفصيل. طبعا اللي ارجون عندكم تتابعون الفيديو للنهايه، لان اغلب الفيديوهات ما تتابعون للنهايه وتسالون اسئله اكون انا شارحها اصلا بالفيديو اللي تباعوه انتم او بالفيديوهات اللي موجوده، فما اكو داعي للتكرار الموضوع. زين، الموضوع اللي راح ندردش بيه حاليا الدراسه خارج العراق. اريد اوضح الامور الخاصه، يعني الامور الاساسيه اللي اغلب الاسئله حولها، اللي هي شنو؟ مثلا يا باني كملت سادس وتركت لي فد سنتين ثلاثة أربعة، هسه أريد أدرس برا، يصير لو ما يصير؟ يصير طبعا، يصير على حسابك. تمام، تروح تدرس، تروح على يا أما تدرس على حسابك بفلوس، يعني تروح الجامعة تسجل بيها بدون منحة، أي جامعة تعجبك بالعالم تروح تقدم عليها، تقولهم تدفع لهم الفلوس و أوكي هنا تمام تدرس على حسابك، أو تحصل لك منحة معينة مدفوعة تدرس بيها. تمام، بحيث ما تخسر، يجوز يطوك راتب هماتين. تمام، امور هسه ممتازه. هسه وين بدنا نحكي؟ احنا بدنا نحكي بالجانب المانح، بالجهه الدوله اللي راح ادرس بيها راح يكملون، اكمل ارجع للعراق اعادل شهادتي. ليش؟ باعتبار اني دارس برا على حسابي، ما خسرت علي الدوله اي شيء. تمام، زين. هذا موضوع. الموضوع الاخر انه انا خريج صناعه، زين، خريج صناعه يحق لي، طبعا يحق لك الصناعه كان في الاعداديه، بس اكو تخصصات معينه اللي يحق لك تدرسها. تمام، هسه شنو هاي التخصصات؟ حسب الباك جراوند اللي انت دارس عليه. مثلا اللي دارس مثلا اتصالات يحق لي يدرس هندسه اتصالات، اكو هناك هم دراسات مهنيه موجوده، يعني كليات مهنية، أكو بكالوريوس مهني. إذا ملاحظين بالمنحة الكورية يمكن شفتوا أكو موجود بكالوريوس مهني. تمام، ف يعني تحصل تقدر تدرس حتى هندسة. وضحت فكرة شلون؟ تجي هنا تتعادل إن شاء الله، بس لا تروح بعيد. يعني أنت خريج صناعة وتروح تدرس مثلا تدرس طب، طبعا هاي ذاك بلوك هناك بذاك الجانب، أو حتى على حسابك، لا ضمن الاختصاص، يعني انسجام، يسموه انسجام خلفية. الانسجام الخلفية شنو؟ يعني أنا أدرس حاسوب عادي، أدرس تقنية معلومات عادي، أدرس لعله اتصالات بعيدة تكون شوية. تمام، هيش لو دارس اتصالات ما يحق لي أدرس مثلا هندسة برامجيات، يعني هالأمور أكو انسجام خلفية يسموها، هاي تنتبهوا لها. تمام، هسه أبو الصناعة يحق له لو ما يحق له؟ يحق له أبو الصناعة يدرس برا ويحصل منحة معينة، ماكو اي اشكال. تمام، نرجع لموضوع السادس اعدادي. اللي كمل سادس اعدادي، شوفوا اني اريد انشمل بقانون الابتعاث العراقي، لازم اخضع لمن لشروط قانون الابتعاث. شلون؟ يعني اسجل بالسيستم مثل ما سجلنا. تمام، واشوف لي منحة معينة ضمن السيستم اقدم عليها، لازم اني خاضع للشروط. يعني شلون؟ يعني عمري اقل من 19 سنه، يعني هذا الشخص اللي ترك الدراسه، نقول اللي تكلمنا عنه انه ب 2015 اخذ السادس اعدادي وبطل، يعني بسبب ظروف معينه ترك الدراسه ما راح جامعه وهسه عجبه يروح، هذا ما ممكن يخضع لقانون الابتعاث، يعني ما يدخل سيستم هذا السيستم ماله. تمام، طبعا قانون الابتعاث اعتقد حتى راتب مننا من العراق الجانب العراقي هم يحصل المبتعث. تمام، هاي سابقا، يعني هسه ما ادري القوانين لعله تغيرت شويه، بس انت ما دام حصل منحه من هناك وبها موله بالكامل شيل هم الراتب، انت هناك امورك عادله. وضحت فكرة شلون؟ أنا موظف يحق لي أو ما يحق لي؟ يحق لك تدرس
تدرس على شرط، انت تدرس حتى تنحسب لك الشهاده. زين الشهاده شو راح تنحسب؟ اذا انت اصلا مقدم على منحه وما ماخذ عدم ممانعه من دائرتك وما فاتح يعني ملف بالبعثات وما هاي الامور، من ترجع من يعادل لك شهادتك من يحسب لك اياها. وضحت فكره شو؟ فاكو شقين، انت تقدر تدرس برا وتحصل على منحه، تقدر، بس انت لازم تاخذ بنظر الاعتبار القوانين الجانب العراقي. زين انت تدرس على حسابك وما مهتم، انت مو موظف، مو موظف انت، زين، وما مهتم لموضوع يعني العدم والممانعه وهاي الامور، روح، شو المشكله؟ بالعكس فرصه هاي، روح تدرس تكمل الماجستير تكمل الدكتوراه. طبعا للعلم اكو فد ملاحظه، وانت هناك راح تكمل الماجستير، باقي لك يعني هيك فدش كم شهر وتناقش تنفتح منح تقدر تقدم عليها. عرفت شلون؟ يقدرون تقدمون عليهن ولحد ما يعني طق فتره معينه لحد ما تناقش وتقدم الشهاده مالتك اللي هم الدرجات نسميها. تمام، ما اعرف صوتي واضح او لا، انا بالسياره ودا اسجل بدون لا مايك ولا اي شيء. زين مبدئيا اذن الامور اللي حبيت اركز عليهم اعتقد يعني انا ما ناسيكم جزء هسه تذكرتوا انه انا وعدكم بفيديو عن منحه ممتازه ان شاء الله، حاول اليوم اسجل الفيديو ارتب لكم اياه. زين مو هيك مثل هذا الفيديو على السريع، هذا الفيديو بس للاشاره لبعض الامور. زين فلا تنسون كالعادة لا تنسون الاشتراك في القناة والتفاعل مع الفيديو من خلال التعليقات. عندك سؤال عندك استفسار اكتب لي اياه، بس على شرط تتابع الفيديو للنهاية. زين يعني مو تسأل السؤال والإجابة موجودة بالفيديو، أغلب الفيديوهات دا أشوفهن ما ينشافها للنهاية، وينسأل سؤال هو موجود بال يعني بالإجابة مالته، لو مكمل الفيديو تلقيه موجود. تمام، فاللي اتمنى من عندكم انه قبل ما انسى بالنسبه لجماعه السادس اعدادي او اللي تارك فتره ويريد يكمل يعني دراسه برا، اللي ارجو من عندكم تهتمون باللغه الانجليزيه مالتكم. اللغة الإنجليزية حاول تتعلم، يعني هسه مو بروفيشنال تصير، وإنما تتعلم لغة تقدر تتعامل بيها. أغلب المنح تريد، ما تريد مستوى عالي باللغة الإنجليزية ولا تريد حتى شهادة، بس تريد يقول لك عندك معرفة وعندك يعني تقدر تحكي باللغة الإنجليزية من واحد يحكي وياك ويتعامل وياك، يعني ما يردوك بروفيشنال. زين السلام عليكم. زين شباب، فأني هسه تقريبا كملت الكلام مالتي ووصلت للدوام. زين وش فرصة هي هاي، واحد يستغلها. زين حتى وقت الطريق تقريبا 10 دقائق نستغله نسجل بيه فيديو يفيدكم. تمام شباب، لهنا أنا كملت كلامي، واللي أرجو من عندكم شدوا حيلكم. زين وهنا ترى شوف المنح هي فرص تستغلها أنت، ولها أوقات معينة، هاي الأوقات حاول ترتب وضعك. زين ترتب وضعك بهذا الوقت حتى شنو؟ حتى من تجيك الفرصة تغتنمها تنقض عليها كالأسد. زين فنشوفكم إن شاء الله في الفيديو اللاحق. في أمان الله، باي باي.